مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم أسباب جفاف الإفرازات بعد التبويض، وهل هو علامة من علامات الحمل؟ تساعد إفرازات عنق الرحم على زيادة ترطيب المهبل، ولكن تختلف هذه الإفرازات باختلاف أيام الدورة الشهرية الخاصة بك، فقد تكون الإفرازات جافة أو رطبة شفافة أو بيضاء، أو قد تظهر بألوان أخرى تختلف من سيدة لأخرى. وقبل أيام التبويض الخاصة بك تكون إفرازات عنق الرحم قليلة أو قد لا تحدث من الأساس، مما يجعلك تشعرين بجفاف المهبل. ومع اقتراب أيام التبويض تبدأ الإفرازات بالظهور، حتى تتحول بعد ذلك لإفرازات كريمية رطبة تشبه بياض البيض، وتتحول لهذا الشكل حتى تسهل عملية تخصيب البويضة. ولكن بعض النساء قد يعانين من جفاف المهبل أيام التبويض، وإن كنت تمرين بهذه المشكلة فهذا يعني أنك تعانين من مشكلة في التبويض مع وجود مشكلة في توازن الهرمونات خاصة الإستروجين، حيث أن انخفاض الإستروجين قد يؤدي إلى عدم حدوث الإباضة وحدوث جفاف بالمهبل. قد يحدث جفاف بعد التبويض نتيجة لعدة أسباب، منها التوتر الناتج عن محاولة الحمل. ففي حال كنت ترغبين في الحمل وتمارسين العلاقة الزوجية في فترة التبويض فقط أو قبلها، فقد يؤدي هذا الأمر إلى جفاف المهبل وقلة الإفرازات الناتجة عنه. كما أن التوتر بصورة عامة قد يؤثر على تناقص تيار الدم المتجه للمهبل، والذي يلعب دورا هاما في ترطيبه. كذلك إذا كنت لا ترغبين في الحمل وتتناولين حبوب منع الحمل خلال فترة التبويض أو قبلها أو بعدها، فإن هذه الحبوب قد تؤدي إلى جفاف المهبل، حيث أن هذه الحبوب تعمل على خفض نسبة الإستروجين في الجسم. ومن المعروف أن الحمل يؤثر على الجسم بصورة كبيرة، خاصة هرمونات الجسم، ومن أشهر الهرمونات التي قد تتأثر بالحمل هو هرمون الإستروجين، حيث ينخفض الهرمون نتيجة الحمل، وهذا الانخفاض يؤدي إلى جفاف المهبل.